السلام عليكم أبنائي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، معكم مس سامية أمام من مدارس بدر تايجرز الخاصة. اليوم هنأخذ الجزء الثاني من الدرس الأول، المبادئ الأساسية للوراثة من الوحدة الثالثة، الجينات والوراثة. اليوم هنتكلم عن قانون مندل الأول، هو قانون انعزال العوامل. نص القانون: إذا اختلف فردان نقيان في صفتهما المتبادلة أو المتقابلة أو المتضادة، بمعنى اختلف مثلا نبات بازلاء من حيث البذور، في بذور صفراء وبذور خضراء، فإنهم ينتجان بعد تزاوجهما جيلا به صفة أحد الفردين اللي هي الصفة السائدة، زي ما خدنا اللي هي البذور البازلاء في الجيل الأول صفراء بنسبة 100%، ثم توارث الصفتان معا في الجيل الثاني بنسبة 3:1، كانت 3:1 يعني 75% إلى 25%، بنسبة 75 اللي هي البذور الصفراء، والـ25 كانت البذور الخضراء. خلي بالك انعزال العوامل بيحدث أثناء تكوين الأمشاج، اللي هي في عملية الانقسام الميوزي اللي هو الاختزال اللي خدناه في الفصل الدراسي الأول. الأمشاج ايه هي؟ الخلايا التي يتم بواسطتها انتقال العوامل الوراثية من الآباء إلى الأبناء. في عالم دنماركي يسمى جوهانسن أطلق مصطلح الجين بدلا من العامل الوراثي، يعني بدل ممكن ما نقول عامل وراثي نقول جين. بعد ذلك هنأخذ بعض المصطلحات. الصفة السائدة هي الصفة التي لا تظهر هي الصفة التي تظهر عند اجتماع عاملين أو جينين متماثلين لصفة سائدة، أو اجتماع جين لصفة سائدة مع جين لصفة متنحية. لو كان مثلا زي ما بنقول جين سائد مع جين سائد، مثلا زي اللون الأصفر مع اللون الأصفر بتاع بذور البازلاء، فهتبقى الصفة سائدة نقية. لو كان مثلا بذور بازلاء صفراء مع بذور صفراء بازلاء خضراء اللي هي الصفة المتنحية، يعني يبقى سائد مع متنحي، هتبقى الصفة السائدة أيضا، بس في الحالة دي هتكون غير نقية. بعد ذلك الصفة المتنحية هي الصفة التي لا تظهر إلا عند اجتماع عاملين أو جينين متماثلين للصفة المتنحية، بمعنى مثلا لو عندي بذور نبات خضراء دي صفة متنحية مع بذور نبات خضراء صفة متنحية، هتكون الصفة متنحية أيضا نقية. بعد ذلك الجين السائد هو الجين الذي تظهر صفته عند وجوده مع جين سائد مثله، يعني جين سائد زائد جين سائد هيدينا صفة يظهر، وهتبقى صفة سائدة نقية. بينما الجين المتنحي هو الجين الذي لا تظهر صفته إلا عند وجوده مع جين متنحي مثله، يعني مثلا جين متنحي اللي هو بذور خضراء مع جين متنحي اللي هو بذور خضراء، هتبقى هيظهر يبقى صفة متنحية نقية. بعد ذلك هنأخذ الفرد النقي. زي ما احنا قلنا سابقا، يبقى الفرد الذي يحمل عاملين متماثلين للصفة السائدة أو للصفة المتنحية، فتظهر عليه الصفة السائدة نقية أو الصفة المتنحية أيضا نقية. الفرد الهجين هو الفرد الذي يحمل عاملين مختلفين، أحدهم للصفة السائدة والآخر للصفة المتنحية، فتظهر عليه الصفة السائدة في هذه الحالة نقول عليها غير نقية. بعد ذلك هنأخذ التعبير عن تجارب الوراثة باستخدام الرموز. بي هتبقى الآباء، جي اللي هي الأمشاج أو الجامتات، F1 الجيل الأول، F2 هيبقى الجيل الثاني. أمامي نبات بازلاء، يحدث تزاوج، التزاوج بيبقى علامة الفي أو علامة الإكس بينهما. نبات بازلاء طويل الساق نقي هنرمز له تي كابيتال تي سمول، مع نبات بازلاء قصير الساق نقي ايضا هيبقى تي سمول مع تي سمول. بعد ذلك هنعمل انعزال العوامل اللي هو الامشاج، يعني اللي احنا كاتبينهم في المربعات هنبتدي نعمل لهم عملية انعزال، فهتبقى تي سمول تي سمول تي كابيتال تي كابيتال اللي هي الاباء. بعد ذلك هنشوف الجيل الاول بيجي ازاي. خلي بالك هناخد تي سمول الاولى مع تي كابيتال التالتة، تبقى تي كابيتال تي سمول، وتي سمول ايضا الاولى مع تي كابيتال الرابعه هتبقى تي كابيتال تي سمول، وايضا تي سمول الثانيه مع تي كابيتال الثالثه هتبقى تي كابيتال تي سمول، وتي سمول
الثانية أيضا مع تي كابيتال، الرابعة هتبقى تي كابيتال تي سمول. إذا الجيل الأول هتبقى صفة الطول هي السائدة بنسبة 100%، بس في الحالة دي هتكون صفة الطول هجين. بعد ذلك هيحدث تزاوج بين نبات بازلاء طويل الساق هجين اللي احنا لسه جايبينها مع نبات بازلاء طويل الساق ايضا ايه هجين، هيبقى الاباء تي كابيتال تي سمول، هيحدث تزاوج يبقى تي كابيتال تي سمول. خلي بالك هنعمل برضو انعزال العوامل اللي هي الامشاج، هتبقى تي سمول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال. ايضا هنأخذ الاول مع الثالث هيبقى تي سمول تي سمول، وهنأخذ الأول مع الرابع هيبقى تي كابيتال تي كابيتال، وهنأخذ الثاني مع الثالث هيبقى تي كابيتال تي سمول، والثاني مع الرابع هيبقى تي كابيتال تي كابيتال. هنا هنلاحظ إن الجيل الناتج اللي هو الثاني طلع نباتات طويلة الساق بنسبة 75%. خلي بالك هيطلع منهم نبات طويل الساق نقي، وهيطلع نبات برضو طويل الساق هجين، ونبات طويل الساق هجين. كل النباتات اللي هي بصفة اللي هي طول الساق اللي هي سواء كانت نقية أو هجين أو هجين هنلاقيها بتمثل 75%، بينما النبات اللي هو قصير اللي هو نبات قصير الساق اللي هو نقي اللي هو بنمثل له بتي سمول تي سمول هنلاقيه ظهر بنسبة 25%، يبقى النسبة 3:1. بعد ذلك الواجب وضح على أسس وراثية ناتج تزاوج نبات بازلاء أحدهم بذوره صفراء نقية والآخر بذوره خضراء نقية. بالظبط زي ما احنا عملنا في صفة طول الساق هنعملها في صفة لون البذور، وهتبقى الرموز النبات اللي هو الصفراء بذوره صفراء هتبقى واي كابيتال واي كابيتال، بينما اللي بذوره خضراء واي سمول واي سمول. هنتظر الإجابات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.